قبل بداية الفيديو أصدقائي، لمن يرغب في شراء قناة على اليوتيوب مفعلة الدخل وفيها 1000 مشترك، ما عليك عزيزي سوى نشر فيديوهاتي. كما قلت لكم القناة متوفرة وفيها كل الشروط لتستلم أرباحك من خلال فيديوهاتي. لمن يرغب في القناة المرجو التواصل عبر الرقم الواتساب الذي يظهر في الشاشة أو ستجدونه في وصف الفيديو. لقد تحدثوا عن مشروع جديد على نتفليكس. نعم يا رفاق، المشروع الأكثر لأوزجي انتظارا سيأتي قريبا، وقد أعطى جوك بيرك أيضا بيانا حوله. قال جوك بيرك إنهم يعملون بجد، وقالت أوزجي ياريس إنها تعمل بجد لأنها تعمل حاليا على مشروع بابا. وقريبا جوك بيرك وأوزجي يشاركون في مشروعهم الجديد معا أيضا، لذا فهم متحمسون جدا لهذا المشروع. قال جوك بيرك ديمرجي إنه سيكون مشروع الأكثر طموحا في حياته مع أوزجي، ويتوقعون استجابة كبيرة من الجمهور لهذا المشروع. ما رأيكم في هذا الموضوع أصدقاء؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو. ودعاً.